كانت منتظرة هذا المساء، نتمنى نستمتع بأدوارها. هذه تحيات محدثكم عصام الشوالي، هو معي عبدالله الحربي، متابعة طيبة. كل واحد ينتظر هذه السارة، كل واحد يتمنى مشاهدة هذه المباراة، متابعة هذه المواجهة. أهلي وبنو الرياض يلتقي بين الهلال والنصر في ماتش السيزون، الديربي عاد من جديد. نعم، إنه ديربي التحدي الكبير. هذا المساء لقاء بين من عانق سماء العالمية ومن تزعم البطولات الآسيوية. الليلة تفخر كرة القدم أنها في المنتصف بين لاعب الفريقين. هذه هي تشكيلة أصحاب الأرض، واضح من الرسم التكتيكي الاعتماد على 5-4-1. هذه هي تشكيلة الفريق الزائر، طريقة متوازنة وخطة تقليدية بال 4-4-2. فريق لا يحتاج إلى تقديم، تكفي بعض كونياته، يعني الزعيم الموج الأزرق نادي القرن الهلال الكبير السعودي. نعم عصام، هو أكثر الأندية السعودية تحقيقا للبطولات المحلية وكذلك على مستوى لقب الدوري، وأيضا على المستوى القاري هو أكثر الأندية في آسيا حقق ألقاب آسيا، مرتين دوري أبطال آسيا، مرتين كأس الكؤوس، ومرتين لقب السوبر. اللحظة تنطلق المباراة المنتظرة بصافرة الحكم، نبدأ 90 دقيقة ممكن من الإثارة والمتعة والأهداف. بمهارته مخالفة في وقت مبكر جدا من عمر المباراة، الله يستر. محمد الشلهوب. صراع ثنائي كبير على الكرة. هاي الامدادات الأخيرة تصل المساعدة. سالم الدوسري. مش ممكن كيف بعدها، مش ممكن كيف نجح في صدها. ضربة زاوية كورة للهلال. دفاع أمامه يصدق، صدق أو لا تصدق، هذا الحارس مجنون. حقيقة لاعب ذكي ولاعب تكتيكي، عارف كيف يعترض الكرة الأخيرة باش يفكها. كرة ستعود للملعب من التماس. سالم الدوسري. محمد الشلهوب. حركات ممتازة للوصول إلى منطقة التمرير العرضية. كرة خرجت برا، ضربة مرمى. عوض خميس. سلسلة من المراوغات يمر حتى يوصل منطقة جيدة للتسديد. ضربة في اتجاه المرمى بعيدة تماما عن الهدف. سلمان الفرج. تم اعتراض الكرة في وسط الملعب. شراحيلي. أدريان ميرزيجوفسكي. هذا هو وقت التمرير. كرة ممكن والقائم يتعرض. تسديدة على المرمى، كرة تتوقف بطريقة إعجازية. شوف السدة، شوف الفراد. ضربة زاوية حصلها الفريق النصراوي. الفريق هذا كأنه يقدم الأداء لخصمه، يقول له ما نحبش نلعب خوض الكرة. كرة تمشي باتجاه الحارس، محاولة تضيع. سالم الدوسري. محمد الشلهوب. كرة تضيع على الجميع ويتمكن منها الحارس بكامل الرحمة.
هذا الاعتراض قد يخفف من الضغط على فريقه. أدريان ميرزيجوفسكي، كرة خرجت، فما تماس. عبد الله الدوسري، كرة سهلة وبالتالي استخلاصها يكون أسهل. محمد السهلاوي، هذا الفريق تحسه يلعب السهل الممتنع. يحيى الشهري، شوف الحارس ايش يعمل، شوف الحارس كيف يوقف الكرة، مش معقول، مش معقول في سيناريو مجنون. يحيى الشهري، محاولة تسديدة قوية، كرة تتوقف بطريقة إعجازية، شوف الصدى، شوف الفراغ. كانت كرة في متناوله، برافو الحارس. شرحيلي، أدريان ميرزيجوفسكي، يحيى الشهري، تسديدة وكرة في اتجاه الحارس، كرة بعيدة تخرج اوت، ضربة مرمى. سلمان الفرج، محمد الشلهوب، محمد حسين، عوض خميس، يحيى الشهري، حسين عبد الغني. نهاية عودة المباراة في شوطها الثاني. محمد السهلاوي، عمر هوساوي، محمد حسين، محمد الشلهوب. منافسة قوية جدا وشرسة على الكرة، فرصة رائعة، محمد الشلهوب، كرة في الجول. لنلقي نظرة أخرى على الهدف. مازال التقدم في سكور للهلال. حسين عبد الغني، يحيى الشهري، اعتراض في منطقة الوسط والكرة بحوزتهم، كرة تعود باليدين من التماس. محمد حسين، حسين عبد الغني، أدريان ميرزيجوفسكي، إبراهيم غالب. تمريرات متواصلة بشكل جيد لهذا الفريق، الآن يبحث عن بعض الدعم، محاولة التسديد، كرة ضربها عالي فوق أو عبد الله الدوسري. الكرة عند الفريق النصراوي، تمريرة خلفية للجول كيبر، أدريان ميرزيجوفسكي، حسين عبد الغني، عمر هوساوي. يجب أن تكون التمريرة الآن، توقيت جيد لاعتراض الكرة للمساعدة في تخفيف الضغط. نواف العابد،
المدافع يتألق، حقيقة هو رجل مباراة الليلة. إبراهيم غالب، كرة طويلة تمشي للطرف، ها هي التمريرة العرضية جاية. أكيد في المرمى، دفاع أمامه يسدد، الله على التصدي، جول كيبر ولا أروع. مباراة صعبة في آخر دقائقها، من سيظفر بالنقاط الثلاث؟ الكرة عند الفريق النصراوي. إنها حمى أجواء الملاعب عبد الله، يمكن أن تكون هذه اللحظة هي الحاسمة والفاصلة للفريق المضيف. نعم عصام، النتيجة متوقفة في الميزان مع هذه الفرصة، هل باستطاعتهم أن يستغلوها؟ إبراهيم غالب، خالد الغامدي، في البحث المتواصل عن التعادل في آخر اللحظات، إنه الهجوم الأخير. خالد الغامدي، عوض خميس، ورزق هدف رائع، هدف جميل ووقته أجمل. بعد هذا التعادل النصراوي كيف سيكون شكل اللقاء؟ لا أعتقد هناك من جديد، أعتقد أن الأمور قد تتوقف عند التعادل. صحيح، مباراة مدهشة، لم يعد هناك خاسر على أرضية الميدان، الخاسر من فاتته لقطات المباراة. انتهت المباراة والحكم يقر النتيجة بالتعادل.